ما كنتش ابدا اتخيل ان السبيس شيب بتتحرك بالسرعه دي، حاجه تخطف الانفاس زي ما بيقولوا. وبمجرد ما خرجنا من الغلاف الجوي، كل اللي كنت متاكده منه ان احنا بدانا نخاف. بدانا نخاف بجد ونسال نفسنا، هل هنقدر نرجع تاني؟ هل هيقفوا بعضهم معانا؟ هنعرف نكمل في حراره ممكن توصل لسالب 130؟ معقول هيحمونا من العواصف؟ اصل ما كانش قدامنا حل تاني، يا كورونا يا المريخ، ده غير طبعا اللي مستنينا هناك.